التمثيل اخباره ايه؟ تمثيل حلو الحمد لله كويس. اشتغلت فيه مع استاذ محمد صبحي ودلوقتي انا مثلت بيت السلايف. بيتعرض هو دلوقتي على قناه ابو ظبي، معرفش بقى هيتعرض على حاجه مصري على قناه مصريه ولا لا، لسه مش عارف. طيب بما ان هو ما بيتعرضش على قناه مصري فممكن يبقى في ناس من التراجع هنا ما شافوش دوري، فممكن تقول لنا مثلا تفاصيل عن الدور؟ دوري المفروض مضيف الطيران، وبيحصل لي حادثه وحاجات كده، هي حادثه اهم حاجه يعني، بيحصل لي حادثه عن طريق صاحبتي اللي جوه اللي هي بنت استاذه بوسي في المسلسل اللي هي معايا جيهان خليل، دي تقريبا انا كل مشاهدي في ايديها يعني، ماليش علاقه بحد تاني او اخوها، عارفه هي انت مع العيله دي. ف معاها هي طول الوقت، فهي بتكتشف ان جوزها خانها، فانا معاها في العربيه في نفس التوقيت، فالعربيه بتتقلب بينا، فانا بيحصل لي حادثه، هي بتفضل كويسه وانا بنزل من طيران جوي لطيران ارضي، فخلاص بقى ببقى مضيفه ارضيه ما ببقاش مضيفه جويه، وبدور على سكه تانية، بيكتشفها لي اخوها يقول لي بقى ان انا اغني يعني طالما انا صوتي كويس، ما نشوف طريق الغنى هيبقى ازاي، وبنشوف بعد كده. هي لسه بقى بقيت المسلسل مبدئيا. طيب هو البدايه نقدر نقول ان الدور ده عايز تمثيل، عايز تمثيل بجد يعني، انت مش طالعه من الاول بتغني، انت طالعه واحده وبيحصل لها حاجات وبتاثر على نفسيتها وبيبقى عندها شغل وشغلها بيتغير، دور صعب ما هوش سهل. انت خدتي كورسات تمثيل ولا انت اعتمدتي على الكورسات طبعا اللي كانت مع استاذنا الكبير محمد صبحي واشتغلتي بعد كده؟ اول حاجه عملتها اول ما مضيت على ده اتكلمت مع المنتج محمود شميس وقلت له انا فعلا طالعه من مدرسه غير الحاجات اللي بنشوفها دي خالص، دي مدرسه تانية خالص، فانا عايزه اخد كورس في التمثيل. قال لي اكيد، وعملنا ده، رحت فعلا على طول خدت كورس وخلصت واشتغلت على طول يعني، ما قعدتش على طول يعني. طب انت مش شايفه ان انت دلوقتي كنت محتاجه تركزي في الغنى مثلا اكتر عن التمثيل، او شايفه ان انت قادره تعملي الاثنين مع بعض؟ بصي انا زي ما انا سايباها على ربنا يعني، انا ما بحسبهاش قوي. والله اصلا انا لما بحسبها بلاقيهاش بتمشي. عندك حق والله، تصدقي ما بتسيبها على ربنا كده. والله الحاجه اللي جات لي طالما كويسه وما فيهاش حاجه غلط تضرني، ايه المشكله؟ انت عندك رولز يعني، قلت لي انا عايزه البس لبس بطريقه معينه، فانا حاسه ان انت ممكن يكون برضو عندك رولز في نوعيه المشاهد في طريقه اللبس، هل ده صح؟ بالظبط، ما انا بقول لك المسلسل فيه ان انا المفروض مضيفه طيران، فمضيفه الطيران ليها يونيفورم معين، اي نعم عندنا في مصر الطيران بقى يلبسوا بنطلونات وكده، بس هم اوريدي مصممين للمسلسل كده يونيفورم صغير، بيبقوا باد مني يعني. انا بلبس كده. فكان في مشكله مع الستايلست فيها ان انا ما ينفعش، فحاولت ما فيش فايده، بس ربنا اللي عمل. ان المشاهد اللي فيها ان انا ابقى لابسه مضيفه الطيران حصلت مشاكل من عندي ان انا مش قادره اوفق مع المواعيد بتاعتهم وكده، فما صورتهاش خالص يعني، خلاص انا خلاص عملت الحادثه عند ربنا، عند ربنا، عشان كده بقول لك سيبيها على الله.